بسم الله الرحمن الرحيم. علاقة بموضوع اختلاس الودائع البنكية والتي أصبحت اليوم ظاهرة بمثابة موضوع للرأي العام، يمكن مقاربة هذا الموضوع، موضوع اختلاس ودائع بنكية، بمثابة ظاهرة إجرامية ترتبط بخيانة الأمانة. لماذا؟ لأن الأموال، أموال الخواص وأموال المواطنين المودعين في الوكالات، هي ودائع تلقى على عاتق الموكل إليهم حماية هذه الودائع وهذه الأموال. وخيانة الأمانة طبعا لها عقوبة في القانون الجنائي الفصل 549، لكن بالنظر إلى هذه العقوبة يتبين على أن العقوبة ضعيفة بالمقارنة مع حجم المبالغ المسروقة أو المختلسة، مما يشجع بعض الأجراء على الإقدام على مثل هذه الأفعال نظرا لوعيهم المسبق بأن العقوبة لا تشكل خطرا على حياتهم، والمحددة في أقصى العقوبات 5 سنوات سجنا أو حبسا وغرامة قدرها 5000 درهم. بمعنى إذا استطاع أي شخص أن يحصل على هذا المبلغ والذي يقدر بحوالي 30 مليار، وأن يسرق 30 مليار، حوالي 30 مليار 30 مليار سنتيم، بمعنى أن أي شخص يقول في مقابل العقوبة المحددة في القانون الجنائي هو يريد أن يقوم بمثل هذا العمل، إذا كانت العقوبة لا تقتصر إلا على 5 سنوات وغرامة 5 سنوات حبسا وغرامة 5000 درهم. ثم اليوم أصبحت ثقة المواطنين في هذه الوكالات وفي هذه المؤسسات موضع شك، هل سنصبح قادرين على أن نثق مجددا في وضع أموالنا لدى مثل هذه الوكالات، خصوصا وأن الأموال مهددة بالاختلاس نظرا لأن القانون الجنائي لا يسمح بتحقيق الردع الجنائي لأن العقوبة محددة بشكل يعني متواضع. وعليه ممكن أن نفكر، ممكن أن يصبح اليوم نقطتين. النقطة الأولى هو أية ضمانات للذين يودعون أموالهم في هذه الوكالات، وهل ممكن أن تكون هناك ضمانات مشروطة مسبقا بمثابة عقود في حالة ما السرقة أو في حالة كذا يمكن أن تكون متابعات مخالفة لما هو منصوص عليه في الفصل 549. ثم أيضا لماذا الأجراء الذين هم الآن منهم من هو متهم بخيانة الأمانة، فكيف للذين يسرقون الملاير يستطيعون الخروج ويعني توديع التراب الوطني، أي الخروج خارج الوطن دون مراقبة ودون أي حدود أو أي جزر لهؤلاء؟ ثانيا حينما نعود للقانون الجنائي نجد أن إبرام النار يصل إلى 20 سنة سجنا، فلماذا من سرق 30 مليار لا عقوبته فقط تصل إلى 5 سنوات حبسا؟ ثم في المستقبل كيف يمكننا أن نطرح سؤال، هل القانون الجنائي المالي لا يمكن الآن مثلا التفكير في قانون جنائي مالي يعني عام ليس الخاص، عام؟ إذا كانت الاختلاسات الأموال العمومية هناك محكمة جرائم الأموال، فلماذا لا تكون أيضا جرائم الأموال ديال الخواص؟ لأن يعني نحتاج اليوم إلى قانون جنائي دولي، قانون جنائي ممكن أن يتم متابعة المجرم حتى خارج التراب الوطني، لا الذي سرق وخرج خارج الحدود واستطاع أن يخرج خارج الحدود بأي مسطرة ستتبعه. إذن لهذا فتشجيع، إذن القانون الجنائي ربما يشجع أكثر ما يحقق الردع الجنائي. كذلك نقطة أخرى هو أن ثقافة المواطنين اليوم ربما أنهم يطرحون سؤال، هل الأبناك أصبحت اليوم والمؤسسات والوكالات البنكية هل أصبحت موضع ثقة؟ طبيعة الحال لا نشك في كل الأبناك، ليست كل الأبناك تعرف مثل هذه الاختلاسات، ليست كل الوكالات المنتمية لنفس الوكالة البنكية تعرف نفس الاختلاسات، لكن على الأقل ينبغي اليوم أن نطرح سؤال عارض، هو إذا كان مختلس في تطوان فقد يصبح غدا في فاس وبعده في مراكش وبعده في العيون، وستتنوع الجرائم لمجرد وجود نص جنائي غير قاهر وغير محدد للردع الجنائي. نقطة أخرى يجب طرحها في هذا الشأن وهو أن بعض المواطنين الذين يمارسون حياتهم الاقتصادية بشكل عادي وفي المعاملات الاقتصادية لديهم شيكات كمعاملة ائتمانية وكمعاملة مالية، وهم يعلمون مسبقا على أن ضمانات المالية موجودة في الوكالة، فالآن أصبح مثل هؤلاء الزبائن مهددون أيضا
من خلال معاملتهم بالشيك بدون رصيد، نظرا لأن السرقة التي حصلت أنها سرقت ما يسمى الأصل المالي لهؤلاء المواطنين. إذن أصبح حتى المواطنين العاديين مهددين بأن يتم في حقهم متابعة جنائية. فكيف يمكن تبرئة هؤلاء قياسا على ما يوجد لديهم من ودائع في الوكالات دون السماح بمتابعتهم من طرف المتعاملين معهم اقتصاديا وتجاريا، وأن لديهم شيكات بمبالغ مهمة ربما أنها مرتبطة بالمبالغ المرصدة التي كانت لدى الوكالة مسبقا، وهي من حجم المعاملات وأكثر من خلال الشيكات التي توجد في الوعاء المالي لهؤلاء الأشخاص كمعاملات اقتصادية ومالية.